السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة الثالثة التي سأخصصها عن تطبيق سبوتيفاي بعد أتطرق إلى حلقتين سابقتين إلى طريقة تنزيله والتسجيل فيه لأنه محجوب عن الدول العربية، الحلقة التي تليها طريقة الحصول على النسخة المدفوعة أو البريمير مجانا لأجهزة iOS. الآن سأريكم أيضا لأجهزة iOS طريقة تنزيل الموسيقى من برنامج سبوتيفاي وبعد ذلك حفظها في تطبيق الموسيقى نفسه والاستماع إليها عندما لا يكون هاتفك متصل بالإنترنت، يعني وكأنك قمت بتنزيلها من الآيتونز ستور بدفع المال مجانا. قبل المرور الشرح، هذه الطريقة تحتاج إلى جيل بريك. إذا لم يكن لديك جيل بريك يمكنكم متابعة الشروحات التي طرقت فيها إلى طريقة عمل الجيل بريك لـ 8.3 وكذلك 8.4، سوف تجد الروابط أسفل الفيديو. طبعا طريقة تنزيل وكذلك الحلقة 193، أيضا يوجد حلقة بتنزيل أداة الآيتون اللينك تونز حتى هي يعني تمكنكم من التنزيل مجانا، ولكن هذه الطريقة التي ستراها في هذه الحلقة أعتبرها الأفضل. وكل ما ذكرته الآن طبعا ستجده في رابط التدوين أسفل الفيديو، رابط الحلقة 180، رابط الحلقة 193، رابط الحلقة بتنزيل الموسيقى والأغاني بأداة اللينك تونز، كذلك رابط الجيلبريك 8.3 وكذلك 8.4. الآن لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، نمر مباشرة إلى الشرح، ابقى معي بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. إذا مشاهدي الكريم، إذا دخلت الآن إلى تطبيق الموسيقى في هاتفي كما ترى أمامك لا توجد أي موسيقى. الطريقة سهلة جدا، فقط تقوم بالدخول إلى السيديا وتنزيل هذه الأداة التي تراها أمامك من السورس هاك يور آيفون، كما ترى أمامك هذا هو السورس وهذه هي الأداة، قم بتحميلها من السيديا. الآن ستنتقل إلى تطبيق سبوتيفاي وتقوم بالدخول إليه. طبعا ستذهب إلى الراديو إذا أردت ذلك، أقوم بالدخول إلى أي قناة. طبعا كما ترى أمامك هذه الأغنية، إذا أردت تنزيلها سأقوم فقط بالضغط على هذا الخيار هنا، بعد ذلك سأضغط على داونلود. كما ترى أمامك يظهر خيار الداونلود بسبب الأداة التي قمنا بتنزيلها. إذا لم تضغط على أو لم تقم بتثبيت تلك الأداة لن تجد خيار الداونلود، إذا تضغط عليه هكذا. الآن كما ترى أمامك ماتشينج، تنتظر قليلا سيبتدئ التحميل. كما ترى أمامك داونلود 1%، 2%، 3%، تنتظره حتى يكتمل التحميل. مشاهد الكريم، كما ترى أمامك اقترب التحميل من الانتهاء 97%. الآن بعد اكتمال التحميل ستضغط هنا على هذه الأيقونة بالأعلى وتنزل إلى الأسفل، ستجد أن خيار الداونلود قد تم إضافته إلى تطبيق سبوتيفاي، تقوم بالدخول إليه وتجد الذي الأغنية التي قمت بتحميلها قبل قليل هنا، تقوم بالضغط عليها وبعد ذلك Import to Music. الآن يمكنك إضافة يعني الألبوم والتراك يعني وكتابة أي معلومات تريدها. أنا سأترك فقط العنوان هكذا وأضغط هنا بالأعلى على Import. تنتظر قليلا، تم إضافة الأغنية أو الموسيقى إلى تطبيق الموسيقى في هاتف الآيفون. أقوم بالدخول إليه، كما ترى لا توجد موسيقى الآن. كما ترى أمام المشاهد الكريم ظهرت الأغنية كما ترى هنا، الآن تشتغل 100%. لا أستطيع تشغيل الصوت لأنها محمية يعني بحقوق الطبع والنشر، ولكنها تشتغل 100%. يمكنك تنزيل أي أغنية تريدها من تطبيق سبوتيفاي وإضافتها أيضا إلى تطبيق الموسيقى خاصتك في هاتفك iOS. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه السلسلة ذات الثلاث حلقات من التنزيل والتسجيل وكذلك الحصول على النسخة المدفوعة وأيضا هذه الحلقة بالتنزيل وحفظ فيها الموسيقى قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقع على الزر لايك أسفل الفيديو، لا تنسى كذلك الاشتراك في القناة.
بالضغط على زر سبسكرايب يظهر أنس الفيديو على اليمين، قم نقر عليه قبل انهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.